هو اجتماعكم وين صار اليوم اصلا؟ بيا مكان؟ مقر القياده مال القوات الجويه. اه بالمطار. صدق؟ اي هو هذا المقر احنا اللي نجتمع به مكان. لا فاجأتني والله، انا عبالي بنادي القوه الجويه. نادي القوه الجويه ما بي المكان المناسب للاجتماع، ما بي وما يعني ما يكفي المكان، فهذاك المكان احنا مؤقتا هسه عندنا استثمار ان شاء الله جديد. اليوم تتحدثون عن القوه الجويه، نقيب اسيا، واحد من اعرق الانديه بالعراق، تقول لي مكان ما عندي اداره اجتمع بيها كابتن علي؟ استاذ علي تعال تفضل زورنا وشوف الاداره وين اكو مكان. ماكو مكان عندنا زين هسه حاليا، احنا نهينا مع المستثمر انه راح نسلمه هاي الايام الملعب. شو وقت بالضبط؟ اعطيني موعد. الموعد احنا يعني هسه انا العمل اللي كله انا قاعد اقوم به بين المستثمر وبين الاداره، احنا رتبنا الامور انه المستثمر اعطانا جزء من المبلغ، سدينا به عقود اللاعبين هسه الدفعه الاولى. هسه حاليا قاعد ندور لنا على مكان للاداره بالجادريه، بيت يعني للاداره، يعني تقريبا حصلنا البيت هاي الايام. بقى عندنا العمل انه نشوف شو تسوون بالبيت، يعني بيت يصير اداره لمده سنتين، اداره مال القوه الجويه تنتقل هناك، تنتقل هناك الاداره. اها يعني زين ليش مو داخل النادي، داخل مقر النادي؟ ماكو مكان، لانه هذا راح كله يسوي ويا الارض، انه راح يبني يبني بناء جديد، بناء جديد كله راح يسوي ويا الارض. ملعب يعني الفريق الاول راح نشوف له ملعب للتمرين. فريق الفئات العمريه كيف راح تطول هذه العمليه؟ سنتين؟ سنتين ونص. شنو المشاريع القادمه للاداره فيما يتعلق بملعب القوه الجويه؟ نعم المشاريع احنا خاصه انا يعني عندي اتصال مع المستثمر، وان شاء الله الملعب هو امنيه القوه الجويه انه يكون له ملعب، لان من 1931 ما عنده ملعب القوه الجويه، انه هذا راح نحققه احنا هذا ان شاء الله الملعب. ونتمنى هو ايش راح يصير الملعب من خلال الاستثمار؟ انت قلت لي استثمار، ايش راح يصير الملعب؟ يعني بعد سنتين شو نشوف؟ راح نشوف ملعب كبير متكامل، متكامل سعة ايش قد؟ سعة 20,000 متفرج. حلو. وعندك ساحات اضافية، وعندك قاعة متعددة الالعاب، ومسبح. حلو. وفندق بنفس المول، راح يصير مول كبير وبنصه فندق، فندق تابع للفريق. يعني هاي هذا بنفس المكان، بنفس المقر، بنفس المقر. زين مو كانت الامانه معترضه على هذا الموضوع؟ نعم. لو انحلت انحلت السيد قائد قوه الجويه حلها ان شاء الله بعلاقاته، واحنا كاداره حليناها. حلو. صار سنتين هو يعني الموضوع متلك يم الامانه، يم الامانه، وكانت هاي الامينه امينه العاصمه ذكرى علوش، ذكرى علوش اخر الموضوع، لكن هسه تبدل الامين وصار اتصال عندنا وياه، وهو المستثمر اتصل بيه، والامور ان شاء الله نحو الافضل.